السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يوم يعني او فيديو هيفرق معاكي كتير. بالنسبة لي بيبقى يوم الراحة اللي في الاسبوع كله. انا بجيب فرخة، الفرخة دي بيكون وزنها معدي الاتنين كيلو، اتنين وربع، اتنين ونص، دي كانت اتنين ونص. ليه؟ عشان اقدر اتحكم فيها. ليه؟ عشان تقدر تطلع لي بني كويس وتقدر تطلع لي قطعة فراخ كبيرة، ما بقاش بقى عملهم قطعة فراخ صغيرة كده ما تقضهمش. طيب هنعمل ايه؟ اطلبي من الراجل بتاع الفراخ انه يخليها لك بني، او انت لو تقدري اخليها في البيت سهل جدا. انا هطلع منها البني وهطلع الوركين، اقسمهم كل ورك هيتقسم قطعتين، تمام. وهيبقى معايا كمان من الجزء اللي فوق الجناحين، والجناحين بيبقوا كبار وما شاء الله بيبقوا مليانين. وكمان هضيف معاهم الكبدة والقوانص بتاعتهم وكده، برضو ده كله ما بيترميش بيتاكل. هنبتدي بقى نعمل ايه بعد ما فصلناهم؟ هنغسلهم كويس جدا بالجنزبيل كده، وتروقي الفراخ بتاعتك حتى لو بالملح، اغسليها بالملح بس. المهم انا ما بستخدمش خل وما بحبوش في غسل الفراخ، انا بحب الليمون، فبضيف عصرة ليمونتين وممكن احط القشر كده واسيبهم منقوعين بتاع ساعة. بعد كده بقى ابتدي ان انا اجيب البصلتين او البصلة زي ما قلنا، بصلة كبيرة او بصلتين، اللي موجود هو البصل بيبقى حلو قوي، وتروحي ضيف عليه فلفل اسود، وكمان تضيفي عليه معلقة سكر، ومش هنضيف ملح، انا مش بحب ان انا اضيف ملح، بنضيف مكعب من المرقة، مكعب من المرقة طبعا ده اختياري لكنه بيدي طعم حلو قوي، جربيه. ببتدي ان انا انزل بالمكعب والبصل والفلفل الاسود ومعلقة السكر، واروح مقلبهم كويس جدا، وابتدي ان انا اغلف الفرخة بتاعتي من كل الاتجاهات. ده مكعب المرقة اللي انا استخدمته اهو. التتبيلة دي بتفرق جدا جدا معاكي، وبتخلي الفراخ ليها طعم خرافي. على فكرة تسلقيها، تحمريها، تدخليها فرن، التتبيلة دي اصلا لما بتيجي تدخليها الفريزر وتشيليها بتبقي مطلعاها ما تلاقي لهاش ان هي اتغيرت، لا بتلاقي ريحتها حلوة، ما تلاقيش كمان العظم بتاعها اسود. معروفة لما بنركن الفراخ شوية في التلاجة بتغمق ولونها بيغير، لا لا التتبيلة دي بتفرق كتير، تمام. انا قلبت مكعب المرقة كده ودوبته بالشكل ده خالص خالص لحد ما الخلطة بتاعتي كلها تجانست وتدخلت مع بعض. نبتدي بقى ناخد قطعة الفراخ بتاعتنا وقطعة قطعة كده نتبلها حوالين الجلد، ويعني ما نخليش كده حتة مش جاية فيها التتبيلة، عشان يبقى طعمها ايه حلو والتتبيلة تكون واصلها من كل الاتجاهات. عايزة اقولك اني ما شاء الله الفرخة بالطريقة دي بتقعد معاكي 3 ايام، 3 ايام في حال ان انت اسرة مكونة من 5 افراد. فركزي كده معايا في الفيديو، انا هقولك على كام طريقة بجد هتفرق معاكي، وكلنا في الوقت اللي احنا فيه الحاجة غالية جدا جدا جدا، ويعني كل البيوت اللي فيها اولاد في المدارس بيعانوا الفترة دي. فركزي معايا كده في الفيديو ان شاء الله اقدر افيدك، وفي نفس الوقت يعني تعرفي انت ممكن تعملي اكل كويس جدا وما يكلفكيش. بس هي الموضوع كله في ايه؟ ان انت ترتبي افكارك، ترتبي افكارك وترتبي اولوياتك وترتبي بيتك محتاج ايه، وتبقي عارفة انت عندك اطفال، مش معقول الاطفال هتاكلهم كل يوم اي حاجة، يعني لا بيبقوا عايزين شوية شوربة، بيبقوا عايزين حتة فرخة، فهتعملي ده ازاي؟ بالتدبير كده وبالتفكير. ما شاء الله انت شايفة قدامك قطعة الفرخة عاملة ازاي، وده برضو الجناح، لو الجناح ده يعني ما شاء الله بيبقى فيه لحم وكل حاجة. لو كده انت مثلا تاكليه كل الامهات كده، لو معاكي عيل كبير يعرف هياكله برضه هيبقى مبسوط جدا. وكده ولا كده حاجة انت اللي عاملاها في البيت، بشكل عملي. يعني الفيديو ده انا لما لك فيه كل اكل الاسبوع.
تاخده كله بالميزانية بكل حاجة، يعني مش هتحتاري ولا هتفتي، يعني تحتاجي مثلا انت تفكري لا انت معاكي اكل الاسبوع كله. وان شاء الله هنعمل برضو ميزانيات كتير جدا، واكتبولي في الكومنتات لو محتاجين ميزانية لعدد الافراد وعندك تمن ولا لا، وانا هقدر ان شاء الله باذن الله افيدك واعملك ميزانية محترمة تشيلي كمان وتوفري منها كده. بصي الحتة اللي من فوق ما شاء الله دي مليانة وكبيرة ازاي، ما شاء الله يعني مليانة جدا، يعني اقصد لو شخص كبير مشبع، لو زوجك او مثلا نظيفة وزي الفل وما شاء الله مليانة برضو، كله يتبل وكله يتشيل كده. الفرخة بتاعتي بسم الله ما شاء الله هعمل عليها صينية بطاطس وشوية رز، وبيبقى معايا أكلة محترمة. هنا بقى معايا البانيه للراجل مقطعهولي، أنا هجيب الميزان وهوزن معاك البانيه ده، بس البصل ده مش هيقضي، فهحتاج إن أنا أضرب بصل تاني في الكبة عشان خاطر أملاه. بصي بقى ما شاء الله قطعة البانيه عاملة ازاي، هتبل بقى البانيه برضو بتاعي وهشيله كده. يبقى انا تبلت في التلاجة عندي، حضرت تلت وصفات. معلش هنا الحامل بتاع التليفون بيتهز شوية. اوكي كده يبقى معاكي تلت ايام، اللي هو البانيه هتعمليه على يومين وجنبه محشي مثلا، المحشي دلوقتي رخيص والطماطم رخيصة، يبقى لو جبتي انتي عملتي محشي جنبه على اليومين مية مية، هتسوي اول حلة كده اول يوم، وتاني يوم نفس الفكرة برضو هتلاقي نفسك تمام التمام. يبقى انت تعملي على الماء على البانيه محشي يومين، والفرخه تعملي صينيه بطاطس من فرخه واحده، عملتي اكل 3 ايام ما شاء الله يكفي معاكي 5 افراد. لو انت اقل اعرفي ان الاكل ده هيفيد معاكي بجد كده. احنا هوزن معاكي البانيه ونشوفه، والله انا ما كنتش عارفه وزنه قد ايه، قلت هوزنه معاكم ونشوف. طبعا انا وزنت الطبق الاول عشان ايه اطلع وزنه لوحده، وبتدوسي على العلامة الأخيرة دي بتفصلك يعني وزن الطبق عن اللي انت بتحطيه أو اللي بتضيفيه على الطبق من فوق عشان تعرفي وزنه. ما شاء الله طلع معايا كتير، كل ده يا جماعة من فرخة واحدة، يعني الفرخة ما شاء الله طلعتلك. بصي البانيه ده هيقعد معاك اليومين مرتاح، كل واحد كده قطعة طالع ايه، طالع 600 قولي 600 جرام، طبعا فل قوي يعني ما شاء الله ممتاز ممتاز. هاخده وتبله، والنهاردة كده يبقى أنا شايلة في تلاجتي أكل 3 أيام. أنا هطلع الأكل ده كل يوم سهل عليا وما تعبنيش، وهو يوم واحد اللي تعبت فيه والباقي مرتاحة تمام. حطيت ورقتين لورا كده، لأني طبعا هنزلها في الشوربة بالبصل بتاعها بكل حاجة. حطيت ورقتين لورا حلوين كده تمام، حاجة معاكي تفتح النفس. وكمان هاخد بقى البانيه ده واروح ايه متبليه، بس انا هحتاج بصل تاني ده مش هيقضيني. طبعا هتيجي بقى انت كده تطلعي النهاردة البانيه طلعيه متبل معاكي وزي الفل، بس ما تنسيش تضيفي له الملح عشان احنا هنا مش ضايفين ملح، بس تحطي ملح قليل، ما بحبش انقع الحاجة في الملح كتير تمام.
تبلي كل قطعة كده، وطبعا تكوني بقى عندك اكياس التلاجة دي عشان تحطي كل يوم لوحده. يعني انت حبيتي في يوم تعملي محشي، تاني يوم هتعملي بطاطس، تاني يوم مثلا هتروحي عاملة رز، هتعملي ملوخية جنب البانيه، هتعملي كشري اصفر اللي هو الرز بالعدس الاصفر. شوفي بقى انا اديتك كام فكرة اهو، هتعملي حاجات كتير جدا. طبعا انا جيت هنا حتة البني اللي الاقيها كبيرة زيادة عن اللزوم اروح اسميها، طبعا تتبل وتتغلف معيكي ما شاء الله بتزيد وتكبر وبتبقى مشبعة. وزي ما قلنا ده بني، الحتة اللي زي كده لا بسيبها، لكن لو لقيت حتة كبيرة لا خلاص بروح مقطعاها. تمام، الحتة اللي هي مفروضة كده ومش كبيرة لا ما اقطعهاش عشان ما تبقاش مقيم بفرفتة معاكي او شكلها كده مش ظريف. يعني خليكي نصحة كده في حاجة بيتك، ونصيحة مني ما تضغطوش على بعض. يعني الاثنين المتجوزين او الاسرة الاب والام شايلين العبء، ما تضغطوش على بعض لا، انتي حاولي من ناحية توفري وشغلي دماغك، وزي ما هو برضو بيبقى شغال وتعبان فانتي برضو اعملي اللي عليكي في البيت. لاني صدقيني والله قعدة البيت مهما كانت تعب مع الاولاد ومشقة، كلنا عندنا ولاد وبنتعب معاهم، بس برضو الشغل برا صعب جدا. فحاولي ان انتي تمشي كده حياتك وتكوني ناصحة وشاطرة، وتعلمي ازاي توفري حتى من القليل. وقبل ده كله انا عايزاكي تطلعي اول ما تاخدي المصروف، خدتي 200، خدتي في الاسبوع 300، خدتي 500، اللي تاخديه قبل ما تطلعي تجيبي كيس ملح تكوني مطلعة صدقة. طب الصدقة دي هطلعها ايه؟ طلعي 5 جنيه، طلعي 10 جنيه، طلعي 2 جنيه، يا ستي طلعي اي حاجة، بس طلعي صدقة. كل مصروف تطلعي صدقة، وتعودي على كده. الصدقة دي يعني ما ملهاش حل، ملهاش حل بجد، بترجع عليك اضعاف اضعاف، وبركة ربنا دي اصلا احسن من اي شيء في الدنيا. تمام، انا كده قطعت البني بتاعي، وفي الوقت ده انا كنت بعمل بصلاية عشان البني كان محتاج. يعني على فكرة حتتين دول كان ممكن كده احطهم على اللي بقاعد ده، بس لا انا عايزة اتبل الحاجة بتاعتي صح صح. اهم شفتي بقى فرمت كده البصلاية، قلت لا طب وانا ايه، خليني ابقى عارفة ان حاجتي متطعمة كويس. البصلية هي فرمتها، واروح عاملة بقى ايه، حط عليه شوية فلفل اسود، واروح متبلة قطعتين البني اللي قاعدين عندي. تمام، ادي الفلفل الاسود اهو، هروح متبلاهم وعلى طول شايلاهم. وزي ما قلتلك كده انتي ظبطتي اكل، نفسيا كمان هتكوني مرتاحة. يعني انتي نفسيا هتلاقي نفسك انتي مرتاحة طول ما عندك اكل في البيت متنظف ومتشال زي الفل زي كده، خلاص انت عارفة نفسك صحيتي متأخر، صحيتي بدري، فاضية مش فاضية، حصل ظرف، مية قطعت، كلنا بيحصل معانا المواقف دي. لا ابقى انا عارفة ان البيت هطلع حتتين البني دول، وهكون عاملة البقسماط، ودي حاجة كمان عايزة اقولها لك، البقسماط بالدقيق بالخلطة بتاعت الكريسبي اللي هي المقرمشة الصفرة، خلطة كنتاكي بيسموها عند العطارين دي، ما تسيبهاش من البيت. وهنزل لك فيديو انا بعملها وبحطها عندي بالبرطمان، يعني ما شاء الله كده بتطول بتطول كتير جدا. دي موجودة برضو عندي عشان في اي وقت عايزة اقلي حتتين بني اطلعهم اقليهم، يوم صحية تعبانة، يوم ما عنديش مية، ما بقاش بقى مضطرة ابعت اشتري اكل والشيء الفلاني من بره، لا اطلع انا من بيتي واعمل، فاهمني؟ فالحاجات دي لازم تكون عند اي ست بيت. خلاص انا كده ايه، هجيب بقى الكيس بتاعتي اشيل البني، وابتدي ان انا هعمل صينية البطاطس، لان كان اليوم ده قلت هعمل في صينية البطاطس على طول. تمام، انا جبت بقى هنا ليمونة عشان خاطر كده اظبط بيها ايه الفرخه بتاعتي. بصي بقى كده الوصفه كده معاكي ما شاء الله، الفراخ عامله ازاي، ليمونه كده وتظبطي دنيتك كده. انا هشتغل بقى فيها دلوقتي، ولو انت هتشيليها برضو حطي ليمونه ما فيهاش مشكله خالص.
كل الحاجات دي بتخليلك الفرخة دي تبقى نظيفة ولحمها أبيض وما فيها الزفارة وريحتها حلوة، وكمان تطلع معاكي شوربة فاتحة جدا. اليوم بقى اللي أنا هعمل فيه دلوقتي ده انت هتستغربي، أنا عايز أعمل ملوخية وفي نفس الوقت هعمل صينيه بطاطس. فعملت ايه؟ خدت الجناحات ورحت دلوقتي جايبة المية ورحت واخدة الجناحين بالكبدة والقوانص ورحت منزلاهم على المية اعمل شوربة. بصي بقى طلعولي شو طبق شوربة بقى محترم، هعمل بيه ايه؟ هعمل ملوخية. حلو كده؟ يبقى انا كده دلوقتي رحت خدت الجناحين والرقبة والكبدة والقوانص وهعمل منهم طبق شوربة حلو، وارجع بقى اخد بقية الفرخة صينية بطاطس، احلى صينية بطاطس بقى ممكن تعمليها. شوفي بقى الواحد لما يكون عايز يظبط دنيته تبقى ايه، تبقي رايقة كده وتظبطي دنيتك ما تبقيش ناقصك اي حاجة. جبت بقى البطاطس وقطعتها كده شرايح، وعايزه اقول لك ما تقطعيش البطاطس وبعدين تغسليها، لا قشريها واغسليها وهي صحيحه، ثمره البطاطس صحيحه، وبعدين تعالي هاتي ايه السكينه وخديها ترانشات، دي كده نقطه حمراء، البطاطس اللي بيبقى فيها النقطه الحمراء دي. صينيه البطاطس بقى تطلع معاكي حلوه، بس هي سهله جدا لكن تطلع معاكي ريحتها تجيب اخر الشارع. خدت البطاطس، خدت البصل، قطعي البصل براحتك، انا بحبه حلقات وبحب البصل الاحمر ده قوي. ودلوقتي برضو البصل رخيص مش غالي، يعني البصل ده انا جايباه 3 ب10، البطاطس هي كيلو وربع ب10، هي اللي غاليه شويه بس خلاص الجديدة قربت تنزل، نزلت كمان اللي هي الحلوة مش بتاعت التحميل نزلت، وبتاعت التحميل ان شاء الله على وشك تنزل هي كمان دلوقتي. احط كده شرايح من البصل، شرايح من الفلفل، موضوع بسيط خالص. نعمل صينية بطاطس ونعمل جنبها شوية رز، تمام، ويبقى كمان معانا طبق عملنا منه ملوخية، يعني عملنا عزومة من نص فرخة، يعني عملنا اكل ما شاء الله من نص فرخة. حطينا بقى الفلفل بتاعنا وابتدي بقى كده ايه نضرب كده، يعني كيلو البطاطس نحط عليه كيلو الا ربع طماطم، حط كده مكعب مرقة، وطبعا ده اختياري، لو مش بتحبيه ما تضيفهوش، بس بيدي للاكل طعم، بيدي للاكل طعم قوي. ومن ازل الزمن بنستخدم المرقة، يعني دي الطماطم بقى كيلو الا ربع طماطم، ورحت ضربة في الكبة كده ورحت واخداه على طول على الصينية بتاعتي، وزي اي ست مصرية اصيلة هروح جايبة كده شاية مية في الكبة وهروح دلقاهم على البطاطس، بس خدتهم من الكتل عشان يبقوا سخنين شوية اهو. بصي الموضوع اهو سهل خالص. انا مش هحط الشوربة ليه، لاني انا دلوقتي هحط الفراخ دي نية، فالفراخ هتغلي بقى مع البطاطس وتنزل بقى ايه الصوص بتاعها وكل حاجة، ده فلفل اسود طبعا اساسي كده مع البطاطس، وكمان بحب قوي احط لها قرفة، بحب احط لها قرفة كده يعني سنة قرفة، وجيب طبعا معلقة سكر ممسوحة، ليه سكر؟ احنا حاطين طماطم والطماطم لازم نحط معاها سكر، تديك طعم حلو وتعادل الحموضة. ما تخافيش يعني مش الاكل هيبقى طالع معاكي مسكر، لا لا خالص، تمام. هروح بقى دلوقتي حاطة ايه معيها، حاطة الفراخ اللي احنا متبلينها، تمام. بصي بقى ما شاء الله كده بقى معاكي صينية بطاطس حكاية ما حصلتش. احنا هو بشكل عملي عشان البنات اللي لسه بقى متجوزة صغيرة دي، الكبدة انا هحطها في الشوربة لاني انا مش بحب الكبدة بحبها محمرة، فقلت لا خلاص هحطيها في الشوربة. البنات اللي لسه متجوزة وبتبقى كده مش عارفة بقى تعمل ايه وتظبط ميزانيتها ازاي، لا سهل مش صعبة، هحط لها بقى معلقتين سمنة كده او معلقة واحدة،
وكمان هحط لها رشه 7 بهارات او بهارات اللحمه. انا بستخدم جنه، بحب طعمها قوي. لو عندك سمنه بلدي ضيفي، ما عندكيش خلاص. السمنه جنه دي جميله وبتدي طعم حلو قوي قوي في الاكل. زي بنتكلم على توفير، فانت لو عندك سمنه بلدي مثلا هتستخدميها في حلويات، هتستخدميها في شويه رز معمر، صينيه جلاش، صينيه رقاق كده يعني، حاجات دي بتظهر فيها، صينيه مكرونه بشاميل. هنا كده انا ضفت الملح بتاعي، وهبتدي بقى اضيف بقيه الايه، بقيه البهارات بتاعتي اللي انا بحبها، انت واللي بتحبيه. بس بقول لك على المظبوط التمام قوي القرفه والبهارات اللي هم 7 بهارات، والسكر زي ما حطينا، والفلفل الاسود، والكزبره ممكن، وحلوين قوي. كمان هتضيف بقى سنه كده من البابريكا. بابريكا طبعا حلوه، يعني بتدي طعم حلو قوي، بنحطها كده لصلصه المكرونه وكمان للبطاطس، بس مش حطيت كتير، يعني حطيت شويه صغيره. دي بقى البهارات اللي بقولك عليها، 7 بهارات. 7 بهارات دول بيبقوا جوزة الطيب، بيبقوا يعني مكونات كلها معروفه. ادخلها الفرن بقى، بس هغطيها، يعني اغطيها وهي داخله الفرن. بصي بقى الجمل، عايزه تحطيها شويه من فوق على الشوايه براحتك، بس انا صراحه حبيتها كده جميلة، وكانت ريحتها بقى قلب الدنيا قلب الدنيا قلب الدنيا. يعني ادي صينية البطاطس اللي عملناها، طعم وريحة وحاجة كده مية مية. هنخش بقى كده نشوف هنعمل ايه. انا جايبة بقى 1/2 كيلو لحمة مفرومة، ونص اللحمة المفرومة ده انا هستخدمه دلوقتي معاكي في وصفتين، الوصفتين على يومين، يبقى اليوم ربع كيلو. تمام، لو ولادي الجم بالليل عايزين ياكلوا ممكن تعملي لهم سندوتشات جبنه كده، يعني مشي حالك بالطريقه كده. وهقولك برضو على افكار كتير تخص اللحمه المفرومه، مش بس اللي انا هعمله، لا ده في افكار كتير جدا. ابتدي بقى في الجزء التاني، والجزء ده بتقدري ان انت توفري منه برضو، وفي افكار كتير. انا جبت ايه؟ جبت 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة، خدت منها تقدري تقولي كده قد مثلا، شوفي كف ايدي كده تملي كده، يعني كبشة زي ما بيسموا كده، وشلتها على جنب. والباقي جبت له بصلتين حلوين، وجبت له بالظبط 60 جرام، دول 60 جرام من الفول الصويا. الفول الصويا مش مضر، الفول الصويا صار منه تناوله بشكل يومي مضر، واحنا مش هنستخدمه بشكل يومي، يبقى ما فيهوش ضرر، بالعكس ايه، فيه فايده. تمام، جبت، انا مش حاطه كتير، انت معاكي لحد 60، معاكي من 60 جرام لحد 100 جرام. ينفع، هو مقبول، اقصد طعمه مش هيغير، ده اللي اقصد. طبعا انا جبت الكبه بتاعتي، ودلوقتي حطيت فيها البصلتين، وهاخدهم كده اقربها شويه بس عند الفيشه بتاعت الكهرباء. تمام، دايما تعاكسني كده لما باجي احطها. الكبه دي طلعت مش حلوه خالص، بتاعت تورنيدو مش حلوه خالص، ما انصحكش تجيبيها، متعبة، وفي نفس الوقت اصلا مش قوية، يعني بتغلبك في التركيب بتاعها، وفي نفس الوقت مش قوية خالص، والموتور بتاعها ضعيف جدا جدا جدا. تمام، فانا منصحكيش خالص. بصي غلبتني ازاي، منصحكيش خالص ان انتي تستخدميها. هاتي براون لا يعلى عليه. انا فصلت طبعا، لان هي زهقتني عقبال ما عرفت ان انا دخل كل مره على كده. المهم خلصت وفرمت البصلتين كده على قد ما اقدر، بس مش ناعم جدا. وبعد كده رحت ضايفه لهم الفول الصويا، وهاخدهم بقى ايه، هاخدهم مع بعض كده يتلفوا كويس جدا. صفي الفول الصويا، صفيه من الميه، وابتدي ان انت ايه دفيه. فول الصويا لو نقعتيه 1/2 ساعه هتكون كافيه ووافيه جدا، يعني ما بيغلبش خالص. طبعا انا هعمل مكرونه، هعمل من 1/2 كيلو ده، هعمل منه مكرونه بالقوطه كده، وهعمل
الفطائر دي تاني يوم، لان طبعا خلاص انت بتكوني زهقتي. طيب تاني يوم الفطائر هعملك فطائر دلوقتي عبارة عن دقيق وميه، مش اي حاجة تانية، مش هتكلفك حاجة تانية، وبتتسوى من فوق يعني فيها صعوبة. هنا انا ضفت مكعب برضو من المرقة عشان بقى ايه اظبط بقى الكفتة بتاعتي واظبط الطعم بتاعها. حطيته ليه دلوقتي عشان يتفرم كويس مع الفول الصويا ومع البصل، وانا عيمهم بقى قوي، انا عايزة بقى اخليهم ناعمين خالص. اوكي طيب الفطائر اللي انا هعملها لي الفطائر اللي هعملها دي تاني يوم، الكفتة هيكون اتبقى منها، الكفتة هيكون اتبقى منها، والمكرونة برضو كان اتبقى منها. شوفي بقى يعني ده اتبقى منه وده اتبقى منه. فتاني يوم هتحطي طبق المكرونة اللي فاضل على كم صباع كفتة فاضلين، لان انت هتشوفي الكفتة دلوقتي هتطلع قد ايه. وعلى فكرة طعمها كان تحفة، مش فكرة ان انا ازود في الحاجة كده واضيع طعمها، لا خالص خالص خالص. ضيف بقى ملح، نظبط بقى الكفتة بتاعتنا كده عشان تبقى طعمها حلو. انا ضفت لها ملح وضفت لها طبعا مكعب المرقة وهي بتتفرم، وكمان هستخدم فلفل اسود اكيد يعني. دي كزبرة جافة بتدي طعم حلو قوي للكفتة. ضفت قد ايه؟ ضفت معلقة ممسوحة او نص معلقة شاي. كمان ضفت رشة من الجنزبيل، رشة بسيطة مش كتير، وتقدري بقى تستخدمي السبع بهارات طبعا هيدوا طعم معاكي حلو قوي قوي قوي. انا بستخدم مع الكفتة السبع بهارات اهي. ضفت معلقة مليانة كده حلوة عشان خاطر طبعا تطعمها لي، وهضيف كمان رشة تاني عشان تطعم فول الصويا كده وتظبط الدنيا معايا. عايزة اقولك لو بتحبي تضيفي الخلطات الجاهزة، هاتي كيس تتبيلة كفتة بتاع كنور وضيفيه وخلاص بقى، وشوفي الملح بتاعه وظبطيه وسيبك من ده كله. يعني انت معاكي ده ومعاكي ده، الدنيا هي معاكي سهلة هنا وهنا. برضو كيس التتبيلة بتاع الكفتة ده بيبقى حلو قوي. خلاص هقلبهم بقى كويس كده، عجنهم بقى بمعنى اصح عشان يتدخلوا كلهم في بعض. لو عايز تدخليهم تاني على الكبة في الكبة عادي مفيش مشكلة، بس خلاص بقى هي فول الصويا مطحون كويس جدا وكده تقلبتين هيبقى كل حاجة تمام. وزي ما قلتلك الكبة مش حلوة خالص. بصي يعني في قطع بصل اهي، يعني قطع بصل اتفرمت على الاخر مهما تقلبي. فانصحك ما تجيبي كبة ما تجيبيش خالص تورنيدو، ضعيفة ما بتستحملش، يا دوبك تشغليها اول مرة تاني مرة تلاقيها عملت صفارة معاكي كده، لا وما بقتش مظبوطة خالص. انا هقلبهم وعجنهم كويس قوي، واي كفته بتعمليها او حواوشي تعمليه معامله العجين على طول. طيب نص كيلو لحمه مفرومه ده تقدري تعملي منه ايه؟ تقدري ان انت تضيفي بصل تاني وفلفل اخضر وتخليه حواوشي، تقدري ان انت تعمليه اسطوانه وتحطي من جواه بيض مسلوق، سهله قوي على فكره. يعني ان شاء الله كل ده هعملهولك معايا في القناه حبه حبه كده، ان شاء الله كل وصفه هتلاقي فيها فكره جديد كلها توفير، لاني الفتره دي محتاجه جدا ان انت تكوني اقتصاديه وتكوني موفره. تمام تقدري تعملي منها حاجات كتير جدا جدا جدا. اللحمه المفرومه دي يعني زي ما بيقولوا كده بحرها واسع، تقدري تعملي منها وصفات كتير وكلها موفره. تقدري تعملي منها برجر، يعني البرجر منها تحفة تحفة تحفة. برضو هبقى اقولك على طريقة البرجر الاصلية، مش البرجر اللي هو، لا البرجر كأنك جايباه من بره بس بنظافة البيت، وما شاء الله بيرمي كتير جدا جدا حلوة كده. انا قلبتها كده ولقيتها تمام التمام. اجيب الصينية بتاعتي بقى وابتدي ان انا ايه اعمل فيها الكفتة، لا اما دواير يعني كور لا اما صوابع. ده اللي انا ضفته ايه؟ بيكنج باودر. اي لحمة معايا احط لها بيكنج باودر، هتعملي حواوش احطي بيكنج باودر، نص معلقة كفاية جدا، نص معلقة بتاعت شاي. كل الفكرة
بتخلي اللحمة تتنفس معاكي، مش تكش، لا تبقى العكس، تلاقيها كده ايه فتحت معاكي مش مكتومة، بتضيع خالص كتمة اللحمة. يبقى ما تعملي حواوشي، تعملي برجر، تعملي كفتة، حطي لها بيكنج باودر. حتى الاسطوانة اللي بقولك عليها دي بتبقى تحفة في العزومات، تحفة. تقطعيها كده تلاقي ايه منظرها جميل، وفعلا بتبقى اقتصادية جدا. خلاص انا كده خلصت اهو اللحمة المفرومة بتاعتي، وكل حاجة بقت تمام التمام. وايه خلاص واقفين بس على ان احنا نحطها في الصينية بتاعتنا، وخلاص على كده مش هنضيف اي حاجة تانية. انا خلاص خلصت الكفته بتاعتي، ما شاء الله طلعها كميه حلوه، وما تخافيش مش هتكش والله، جميله جدا، جربيها وما تقلقيش. جينا بقى هنا عند الشق التاني، هنعمل ايه؟ حته اللحمه المفرومه اللي انا اخدتها رحت مقطعه لها بصلتين تاني، بصل قيمه غذائيه وفايده، البصل ده مش حاجه وحشه، لا دي حاجه فيها فايده. خدت البصلتين ورحت مقطعاهم زي ما انت ما شايفه كده، وكنت حاطه قطعه زبده، انا بستخدم اللي هي الزبدة الفرن، مش غالية، القالب ب37 وطعمه مقبول يعني مش وحش. اوقات استخدم الزبدة الفرن دي في الحلويات، بس خلصت السمنة التانية استخدمها وهكذا. تمام، لو عندي طبعا سمنة بلدي بستخدمها برق زي ما قلت لك في البشاميل والصواني والحاجات دي والحلويات، بسبوسة، كنافة. بس انا دلوقتي ما عنديش اصلا سمنه بلدي خالص، ان شاء الله نجيب في الشتاء باذن الله. فدلوقتي بقى انا عندي ايه الزبده، عشان في وصفات كده ببقى محتاجه فيها زبده، فالزبده الفرن بتقضي الغرض واقتصاديه، الكيلو ب37 اللي هو يعتبر القالب. وبستخدم بقى اللي هي جنه والزيت، الزيت اللي هو النباتي العادي خالص، كل وصفه حسب ما تحتاج. حطيت البصله وهقلبها كده كويس معايا تمام، علشان هعمل تعصيجة للحمة، هعمل فطاير باللحمة المفرومة. بس بجد طعمها حلوة قوي وسهلة جدا، والعجينة اللي انا هعملها دي تنفع تعملي منها فطير بسكر، وتنفع تعملي منها حاجات كتير جدا. ماشي كده خلاص، انا معايا البصلاية اهي، يا دوبك بس هلفها لفتين كده، مش هستناها تدبل للاخر عشان لسه نحط اللحمة المفرومة، يا دوبك كده تتشوح. وبتجي بقى انزلي باللحمة المفرومة بتاعتك. شوفي بقى احنا كده وصلنا لكام وصفة، نص كيلو مفروم. على فكرة المفروم ده مفروم لحمة اللي هي السوداني، الكيلو ب70، وانا بجيبه يعني اقول له اقطعه لي وفرومه بيبقى ب75، فهماني؟ فنص كيلو قطعة كام؟ 35، 37. تمام، عايزه تجيبيه جملي براحتك، عايزه تجيبيه اللي هو البلدي ده هيبقى صعب قوي قوي في الوقت اللي احنا فيه. احنا بنتكلم النهارده في اقتصادي، انا الفيديو ده عاملاه للفئه اللي هي عايزه وصفات على قدها، انت وظروفك وانت ادرى مني بحالك تمام، بس الفيديو ده مخصص لفئه معينه. هنا اللحمة انا ما شاء الله بصي شايفاها لونها احمر وجميل ازاي، انا بقطعها وافرمها وانا واقفة، وبديله ال5 جنيه زيادة، طبعا مش حاجة ال5 جنيه، المهم واللحمة دي بتبقى نظيفة وانا ببقى شايفها بعيني، والانسان ده انا واثقة فيه اللي بشتري منه، وعارفة ان هو حاجته نظيفة وكويسة وببقى شايفة قدامي، فهماني؟ يعني بتعامل معاه كتير، ابص الاقي كده مثلا الكراتين داخلة عليها الانتاج، بتحصل كتير، وخصوصا لما بتكوني بتاخدي من المكان ده ليكي سنين، فبتبقي خلاص واثقه فيه تمام. فالمهم انا خدت هنا كده، بتبقى طعمها جميل جدا على فكره. خدت كده حته اللحمه الصغيره اللي انت شفتيها دي، زي ما بقولك كده يا دوبك خدت حته من نص كيلو، وهشتغل بيها وهعمل فطائر تكفي الولاد ما شاء الله. وزي ما قلتلك قاعد عندك من الكفته، ما هي الكفته دي اللي انت شفتيها مش هتخلص كلها في يوم، هيبقى قاعد منها لتاني يوم، وهيبقى قاعد مكرونه، ونفترض ان هي اتاكلت بالهنا والشفا ومفيش حاجه قاعده، يبقى الفطائر دي بالليل سندوتشات جبنه تمام. يعني المهم ان الدنيا مشيت معاكي، فرخه ونص كيلو لحمه مفرومه زي ما قلنا سوداني، طلعت معاكي 5 ايام محترمين، 5 ايام انت بتاكلي اكل مظبوط، اكل تمام التمام.
ماشي اللي انا شلته ده دلوقتي ده حتة كده من البصل كانت فيها زي قشرة يعني. ماشي فانا انا واضحة جدا بعمل كل حاجة قدامك اهو، وبوريك ان الموضوع سهل والموضوع بسيط، ما تصعبش الامور على نفسك وعلى جوزك وعلى بيتك وعلى حسب ظروفك. امشي وامشي احسن ما اي حد مشي كمان. فانا دلوقتي اهو عملت لك لحمة مفرومة، وصفتين محترمين جدا، وزي ما قلت لك تقدري تعملي برجر، تقدري تعملي كفتة، تقدري تعملي ايه تاني، الاسطوانة اللي هي بتتقطع، لان الاسطوانة دي بتعمليها كده رول وبيبقى فيها بيض مسلوق وتقطعيها كده شرايح شرايح، بترمي كتير قوي قوي قوي، بس بتتعمل بالبرغل مش بفول الصويا. وكده حلو برضو وكده حلو، الفول الصويا حلو والبرغل ايه والبرغل حلو قوي. يا رب تستفادي مني، والله انا عامله الفيديو ده ويعني نفسي ان انت تستفادي، على الرغم من ان هو فيديو طويل، بس انا لمالك فيه كل حاجه كل الافكار. خلاص انا خلص اللحمه المفرومه بتاعتي وعصبها. بصي الكميه ما شاء الله زادت، وزادت ايه حاجه، ايه حاجه مفيده، مش حاجه وحشه ولا حاجه مضره. طبعا في تعصيبه اللحمه شويه فلفل اسود، شويه ملح، متهيألي كافيين جدا. وتقدري كمان لو بتحبي الجنزبيل تضيفي رشه جنزبيل، يعني مش حاجه تانية مستحبه، مفيش حاجه تانية مستحبه. طبعا حسب الوصفه اللي بنعملها، احنا دلوقتي هنعمل فطاير فهي حلوه قوي كده. هنخلص مع بعض الفطائر دي، وهقولك برضو على فكرة تانية تقدري ان انت تستفادي اقصى استفادة بالحاجة اللي عندك. بقى هنا جبت بقى كده معايا حتتين من الزبدة الفرن اللي بقولك عليها، وسبتهم على النار كده. دي اللي هي القلايات البايركس، جميلة جميلة جميلة، البورسلين مش البايركس، البورسلين تحفة. حطيتهم كده على النار يسيحوا عشان هشتغل منهم. لو عندك سمنه اللي هي زي جنه وروابيس هتبقى احلى من الفرن في الفطائر، يعني السمنه الثانيه انا كنت عامله منها قبل كده الفطائر كانت مطريها لي اكتر من دي، بس انا كانت السمنه بقى الجنه دي خلصت ما فيش خلاص، كنت استخدمتها في البطاطس اخر حاجه وما كانش عندي تاني، فخلاص استخدمت بقى الزبده الفرن اللي انا ببقى حاطاها للحلويات او للمعجنات اللي بتحتاج زبده. المهم هجيب دقيق، انا استخدمت كوبايتين، براحتك انت الدقيق ده ملكيش معيار ولا مقدار، بس انا عايزه اوصلك ان الكوبايتين دول احنا هنضيف عليهم بتاع كوبايه تاني او نص كوبايه تاني، هتشوفي دلوقتي ليه. حطيت رشه ملح، حطيت رشه سكر، اقلب كوبايتين الدقيق بتوعي كده حلو مع بعضهم، وبعدين هجيب مية دافية وهبتدي ان انا انزل وعجنهم كويس جدا، وهتشوفي دلوقتي هعجنهم ازاي. انا بحب العجينة بتاعتي لما اجي اشتغل فيها احب ان هي تكون لينة ولمها بالدقيق، ما احبش العكس ان تكون جافة واحط لها مية، بتفرق كتير كده تتشرب اكتر كده دي تعرفي تعجني فيه كويس، وتقدري ان انت تستفادي كده تبقي متحكمه كده في الدقيق انت محتاجه قد ايه، تحطي معلقه معلقه. جبت بقى كوبايه ميه كده ورحت حطها ميه دافيه، يعني اي عجين تعجنيه جنين ميه دافيه. طبعا الكوبايه على الكوبايتين يعتبروا ايه كتير، بس انا عايزه ده وده قصده، عايزه اوصل بالعجينه ان هي تكون مرنه جدا معايا. بصي طبعا الفطائر دي سهله، والفطائر دي اللي بتعملي منها البيتزا الشرقي، يعني انت العجينه دي بتشتغلي منها كل حاجه، وبتعملي منها رقاق، يعني ممكن تعملي منها رقاق برضو، دي بتاعت كل حاجه كل حاجه، فطير اللي بالسكر. شوفي بقى انا عايزه اوصل لكده. فاكره زمان لما كانوا بيلتوا العجين كانوا بيلتوا كده، ما كانوش بيخلوها عجينه قاسيه، لا علشان خاطر تبقى ايه يعني العجينه مظبوطه معاكي قوي وملطوطه مظبوطه كده. بصي بقى عملت العرق الحلو الجميل ده
عجينة مية مية وطلعة مظبوطة ما فيهاش اي حاجة، خصوصا كمان اللي بنعمل منها الرقاق واللي بنعمل منها الفطير بتبقى محتاجة تشتغلي عليها بالطريقة دي. لما بنيجي نعمل فطير برضو بنعمله بنفس العجينة على فكرة، ما بنغيرش اصلا. بصي ما شاء الله انا عجنتها كويس كده، نبتدي بقى ايه، انا كده هزود الدقيق بقى براحتي، هزود الدقيق معلقة معلقة، زودي معلقة معلقة. بصي بقى العجينة تبقى معاكي عاملة ازاي، ما شاء الله ممتازة ممتازة وتحفة. عجينة طالعة معاكي مظبوطة، وتبتدي بقى تلمي عجينتك كده. وعايزة اقولك ان من الكوبايتين ونص او نقدر نقول تلاتة هنطلع اربع فطائر حلوين، يعني اربعة حلوين كده او تلاتة، والله انا نسيت بس تهيألي طلعت اربع فطائر. هنشوف مع بعض دلوقتي. بصي كده هي محتاجة دقيق تاني عشان لسه ما تلمتش وبتلزق جدا. لا هاجي بقى هنا وهحط زيت، هنا بقى هحط الزيت بتاعي وابتدي ان انا اعجن تاني، وعجن بقى حبة كتار. يبقى العجينة معاكي لمت من على الطبق لكن بتلزق، نحط لها ايه، زيت، 3 معالق زيت. طبعا لو بنعمل فطير مش هنحط زيت، احنا بس هنشتغل في العجينة اللي اتها كده بالطريقة الاولانية دي، لكن مش هنحط لها زيت. بصي بقى كده العجينة ابتدت تعمل ايه، ابتدت معايا تلم بشكل افضل، وخلاص اتلمت على بعضيها والطبق بتاعي ابتدى ينضف، وكده معايا العجينة جميلة وما فيهاش اي حاجة. بصي عجيني بقى كويس لحد ما تلاقي الزيت ملوش اثر، 3 معالق بالزيت ما لهمش اثر خالص. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه، عشان في ناس بتحتار شويه في المعجنات، لكن هي المعجنات سهله جدا زي ما قلت لك كده، يكون بتلزق في ايدك وتتحكمي في الدقيق مش الدقيق اللي يتحكم فيكي. هي معايا بقت تمام، هي هسيبها ترتاح، هي مش عايزه تخمر ولا عايزه حاجه، هي عايزه بس العجينه هترتاح معايا شويه، وبعدين هطلعها اقسمها لكور كده. بصي هي بتلزق ازاي، عجينه لينه وحلو، ما تخافيش هي تلم وهتبقى زي الفل دلوقتي، لان هتديها رشه دقيق كده من على فوق الوش وتروحي سايباها. طبعا اي عجين ما تسيبوش خالص خالص بره، لازم العجين بتاعك ده تغطيه عشان ما ينشفش ويتجلد ويكون طبقه مش حلو. بصي بقى خلاص بطنتها بالدقيق وهترتاح شويه، هتلاقيها تماسكت وبقت زي الفل معاكي. انا بحب جدا المعجنات، وبحب جدا اصلا ان انا اعجن واعمل كده حاجات زي الفطائر والمخبوزات في البيت جدا، سبحان الله بحس ان البيت اتملى بركه. غير كمان في حلقات كتير ان شاء الله هعملها لك عن الفطار، ازاي يكون بيتك على طول في فطار من نص كيلو دقيق ومن كيلو دقيق، ازاي تبقي منظمه نفسك يعني نظمي نفسك تلاقي وقت، نظمي نفسك تلاقي توفير، نظمي نفسك تلاقي راحه نفسيه، تلاقي نفسك قادره تدي لأسرتك، يعني قادرة ان انت تقعدي مع ولادك، وقادرة ما تبقيش كده مطحونة ليل ونهار ليل ونهار. لأ هو يوم في الأسبوع تتعبي فيه تجهزي الأكل فيه، يوم تاني تحضري فيه الفطار، وهكذا تلاقي نفسك منظمة كده والدنيا ماشية معاكي كويسة. غطيتها اهو هسيبها شوية ترتاح، اشيل بقى كده خلاص انا سبتها وارتحت وبقت زي الفل اهي ما شاء الله. اروح مقطعاها كده، انا رشيت بقى السطح بتاعي، مش هجيب فردت العجين ولا اي حاجة، انا النهاردة يعني طالعة معاكم كده بصوا يعني كأنك انت اللي بتعملي الاكل في البيت. قطعتها بقى بالشكل ده، وهبتدي ان انا احط الدقيق كويس، وخليكي وانتي بتعملي فطائر او رقاق والحاجات دي كلها مش هتعرفي تفردي بالسمك الرقيق خالص غير وما تحطي دقيق، فتفضلي تحطي في الدقيق وتفردي،
بالإيه، بالمردنة بتاعتك أو النشابة زي ما كنا بنسميها زمان، وتشتغلي بيها تطلع معاكي الفطيرة مرقة أو زي الفل. وأساسي هنا أن أنت تفرديها وترقيها خالص، تبقي كشف السطح اللي أنت بتفردي عليه. تمام، المعجنات سهلة جدا وبسيطة. أنا كده بجيب المردنة بتاعتي العيال بياخدوها وبيعملوا بيها، بيلعبوا بيها، يعملوا فطاير زينا كده. تمام، اهي الحمد لله وصلت بالسلامة. ظلمنا الولاد ما كانتش معاهم. المهم ابتدي بقى افرد زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. العجينة بتقولك انا معاكي بقى، بصي براحتك تتفرد بمنتهى السهولة. ضغطة واحدة بصي عملت ايه. طبعا عايزه اقولك ان نوعيه الدقيق بتفرق جدا جدا جدا. حاولي تستخدمي دقيق يكون دقيق بلدي حلو، دقيق يعني اللي هو متعدد الاستخدامات. ما تستخدميش دقيق ولا الحلويات، لا استخدمي دقيق. انا ده بجيبه سايب والله وبرتاح فيه جدا جدا جدا. اسمه الاهرامات، الاهرامات، وهو اغلى دقيق عشان تبقي عارفه. يعني بيبقى اغلى دايما من اي دقيق تاني، ده دايما يبقى ب9.10. وتلاقي بقى البياعين مش كله بيرضى يجيبه، بيقولك عشان هو غالي فبيروحوا جايبين التاني وبيبيعوه برضه غالي، بس بيبقى هم استفادوا طمع يعني. لكن انتي خليكي كده شاطره يعني. انا والله بروح اشتري الدقيق ده مثلا بجيب 5 كيلو عشان بشتغل بيه في طقر معجنات كتير. فما باجي اجيب ال5 كيلو بركنهم في بيتي، اجي اقوله وريني الشكارة، لاني انا ايه اتقرصت قبل كده، جبت 5 كيلو دقيق ولقيتهم مطلعوش حلوين وكانوا بيأستكوا، مش حاجة حلوة خالص. بيأستكوا يعني كل ما تفرجي العجينة ترجع تلمي تاني. المهم لا، بقيت بعد كده اقوله وريهيني بنفسي. يعني ساعات يقولك الشكارة مثلا يجيب من جوه او كده، لا اقوله وريني شكلها، وريني ما يزعلش، اشوفها واتاكد ان هي الاهرامات وان هي النوع اللي انا عايزاه، او اخد اللي انا عايزاه. كنت الاول هتحرك، دلوقتي لا بطلت بصراحه. حقي يعني ايه ادور عليه واشوفه واخده، زي ما انا هدفع فلوس اخد حاجه انا عايزاها. برضو دي من ضمن الحاجات اللي احبك تكوني متعلميها، ما تتكسفيش يعني. تمام، هنفرد بقى كده. خلاص انا فردتها، لو اتقطعت منك ولا اي حاجه ما تقلقيش خالص. احنا دلوقتي هتشوفي هنعملها ازاي. انا بس بحاول اوصل لاقصى حاجه في الفرد، انا عايزه افردها خالص. كل ما فردتها وكل ما رقتها كل ما طلعت معايا خفيفه. بصي هي ما شاء الله رايحه معاكي في اي اتجاه، بتتفرد بكل سهوله. بس انا عندي الرخامه كنزه شويه، يعني لو الرخامة بتاعتي كبيرة لا، ده انا هاخد راحتي وهفردها بقى بطريقة يعني احسن من كده كمان. بصي ما شاء الله، جيبيها معاكي كده كده كله تمام تمام. حاول ان انا افردها، مش عايزة فيها حتة تكون مكلكعة، عشان لما اجي اطبقها تبقى ايه مورقة كده خفيف، مش مورقة كده كل ورقة لا تبقى سميكة، لا بتبقى جميلة ما بتكون ورقة. نجيب بقى ايه، انا دلوقتي يعني هجيب المادة الدهنية بتاعتي، لاني مش هينفع تطبقيها من غير مادة دهنية. وزي ما قلت لك المادة الدهنية لو عندك السمنة احسن كتير 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 في نتيجتها من الزبدة اللي انا حطيتها دلوقتي. بس زي ما قلت لك تمام. عادي بقى فرشة او عادي بايديكي، براحتك خالص، في مطبخك عيش حياتك. احنا في مطبخنا غسلين ايدينا ومتأكدين من نظافة كل حاجة، فانتي يعني براحتك. الفرشة دي انا بستخدمها، سهل عليا بصراحة، ويعني مش غالية، ياريت تكون موجودة في كل بيت. عايزه اقول لك برضو على حاجه، يعني انت مثلا خدتي المصروف وناقصك حاجات، ورقه وقلم واكتبي الحاجه اللي ناقصاكي على طول، حتى لو مش معاكي اكتبيها اكتبيها. بصي بقى انا طبقتها ازاي كده، كل اللي انا طبقته ده في ايه، في ماده دهنيه. طيب هنا بقى خلاص انا هطبق اهو تاني، مفيش هنا ماده دهنيه، لا هضيف ماده دهنيه عشان تورق معايا الفطير.
الخطوة دي خطوة مهمة جدا في أي نوع فطيرة بتعمليها، تعمليها بالسكر، تعمليها محشية بسبوسة، محشية أي حاجة زي بتاعة الحلواني. هي انت تشتغلي كده، انت تشتغلي كده بالظبط، كل كده ما تلاقي ما فيش زبدة او سمنة يعني تضيفي على طول. وزي ما قلت لك وبكررها ان السمنة نتيجتها كانت افضل كتير كتير، كانت مخليها لي طريقة اكتر. بصي بفردها كده على قد ما اقدر، مش عايزاها تبقى مكلكعة. وتاني رحت فرداها ورحت تانيها بالشكل ده، كده بقيت شبه الظرف شوية. هنا برضو شوفي ضفت السمنة كده عشان هلمها على بعضيها. بصي بقى هلمها ازاي، خدت الاطراف بتاعتها كده وقفلت عليها وهخليها كورة. بس الموضوع بسيط بسيط جدا جدا. وبتروحي تدفعي بقى عند بتاع الفطير يقولك 50 ويقولك 60 على ايه مش عارفة. بصي تعملي كده الكور بتاعتك بالشكل ده وتروحي شايلهم هنا. تمام اها، برضو هستخدم دقيق تاني وعلى طول اروح فرد لنفس الفكرة. الدقيق هو اللي بيساعدني ان انا ايه افرد السمك اللي انا عايزاه. ما تحطيش زيت، لا ما تفرديش بزيت لا خالص. فاكرين زمان ما كانوش بيشتروا ابدا ابدا وقت الرقاق ده؟ كان يستحيل، كنت تلاقي البيوت كلها بتعمل الرقاق في البيت، ما فيش حد يعمله ابدا ولا يشتري ولا الكلام الفاضي ده، لا لا خالص، كان لازم يتعمل في البيت. وكان في ناس بيشتروا حلة الرقاق، ومن ضمنهم ماما ربنا يا رب يخليها لي يا رب وتصحى، كانت بتشتري الحلة دي وكان عندها اسمها حلة الكهرباء بتاعت رقاق، وكانت تعمل فيها الرقاق. كان اسعد ايام اللي احنا كده يجي بس الموسم بتاع العيد والرقاق يطلع بقى ونفضل نلعب احنا معاها بقى، كنا صغنانين نفضل نلعب كده وناخد العجين ومش عارف نقعد نبطط فيه. يعني ايام جميلة والله، وكان فيها بركة عن دلوقتي. المهم انا بضيف كده دقيق وابتدي ان انا افرد. هي ما شاء الله بجد بتتفرد معايا، وقلت لك ده برضو بيرجع لحاجتين، نوع الدقيق وان انا برش الدقيق بتاعي على العجينة عشان تتفرد معايا وتبقى رقيقة خالص. تمام، لو ما بتعرفيش تشيليها كده ما ايه يعني خلاص ما تجسفيش، بس عادي يعني مرة على مرة تلاقي ايدك خدت على الحاجة وبقت سهلة قوي. حاولي تعملي كده كل حاجة في البيت، مش عشان ان انتي عايزة تضيعي جهدك وصحتك، لا عشان تبقي انتي عارفة تعملي كل حاجة، ما تحتاجيش، ما تقفيش وتبقي محتاجة حاجة من برة، مرة اشتريتي مرة انتي عملتي. لما بتيجي تعملي الحاجة في البيت بيكون ليها سعادة كده، مش مجرد ان انتي عملتي حاجة وخلاص، لا. ومش شرط ان حد يقولك حلوة وتسلم ايدك، انتي قولي لنفسك حلوة، قولي لنفسك شاطرة، قولي لنفسك ما شاء الله عليكي مدبرة. وقبل ده كله اعرفي ان اللي كل حاجة بتعمليها في بيتك لولادك وكل حاجة بتحاولي توفريها لجوزك اعرفي ان هي محسوبالك عند ربنا. يعني قبل اي حاجة خليكي واثقة ان كل شيء بتعمليه لوجه الله، حتى خدمتك لولادك لوجه الله صدقة وربنا هيأجرك عليها. فما تزعليش ولا تندمي ابدا على وقفة مطبخ ولا على تعب، يعني ما تتعبيش ابدا ابدا ابدا. تمام، انا هنا ده كان فتافيت كده زي فتافيت حبة البركة، عشان كنت انا مستخدمة يعني الزبدة دي، كنت بعمل مخبوزات وجي عليها كده حبة البركة اللي بقى شلته يعني وبرجع استخدمه تاني. ما ينفعش نرمي حاجة، يعني خليكي بجد موفرة وخليكي خايفة على حاجة، حتى لو انت
ماديا مرتاحة برضو، خافي وحافظي على النعمة عشان ربنا يزيدك. تمام. انا هوزع برضو نفس الفكرة، هوزع برضو كده وابتدي بقى ان انا اطبقها نفس النظام برضو، يعني هي نفس الفكرة. بصي هنا كده لما جيت حطيتها وشلتها اتشالت بمنتهى السهولة. ليه؟ عشان فيها مادة دهنية. برضو هدي دهنة هنا كده وابتدي ان انا اطبق بقيت بقى التطبيقه بتاعتي، وبرضو المها كوره. دي بقى خطوه مهمه جدا جدا في اي عجينه بتعمليها عايزاها تطلع مورقه. انت بقى تجيبي مع الفطاير دي كاتشب وتاكليها كده مع ولادك، بتبقى جميله وطعمها حلو قوي. وكمان لو عايزه تضيفي لها جبنه موتزاريلا براحتك، يعني في عندي بيحبها بالجبنه وفي لا ما بيحبهاش. يعني طبق الجبنة ب10 جنيه مش كتير، لو ولادك بيحبوها تعملي الطبق ده على مرتين او على فطرتين مثلا. خدت بقى الفطيرة اللي هي ارتاحت دي، ونفس الفكرة بقى، بس هنفرد هنا ايه، هنفرد بهدوء من غير ما نضغط عليها قوي. احنا طبعا طينها، وفي كل طية كنا حاطين زبدة، فهنفرد كده بمنتهى الهدوء عشان الدنيا ما تتلخبطش. وما شاء الله تلاقيها بقى معاكي مورقة كده، حاجة محترمة. بصي بقى هنا افرد ازاي بالراحة خالص. تمام. هي تتفرد معاكي برضو بسهولة، بس ما شاء الله كأني جواها هوا والله، يعني ما شاء الله. وانا بفردها بصي الفقاعات ليه، هي بقى كده مورقه على الاخر. وشوفي بتتفرد ازاي، احنا سيبناها ارتاحت شويه ونفس الفكره. بضيف دقيق يساعدني ان انا افردها بسهوله، ويساعدها ان هي ما تتقطعش. بصي ما شاء الله، مجرد ما ضفت الدقيق خلاص افردي بقى براحتك، اتحركيها برده براحتك. هنا بقى في الخطوة دي عايزة تحشيها حاجة حلوة، مربى، مكسرات، براحتك. عايزة تحشيها حاجة حادقة تمام، انا ساعات احشيها سوسيس يكون عندي، اوقات لحمة مفرومة، يعني الموجود. ساعات جبنة وفلفل رومي، يعني جبنة وزيتون، بتبقى جميلة بالجبنة الرومي. ميكس برضو كده، جبنة رومي مثلا وجبنة شيدر. البقايا اللي عندك كانت موجودة ايه، هي دي اللي انت تقدري تستخدميها. يا رب الفيديو يكون عجبك، في افكار كتير وعندي افكار كتير جدا جدا ان شاء الله هفيدك بيها في القناة. كلها توفير وكلها مش توفير وعك، لا توفير وطعم حلو ووصفة حلوة بنقدمها، مش اي كلام وخلاص. وزي ما قلتلك اللي عايز اي ميزانية انا ارتبها له، يتفضل يسيب تعليق وانا هعمل لك الميزانية واسيبها لك في التعليق، يعني هرد عليكي في التعليق على طول. انزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتي. في اليوم ده كان يوم مرهق، يعني ان انا اشتغل واعمل فيه الحاجات دي، بس انا كنت مرتاحة جدا. طبعا يوم الفطائر ده كان تاني يوم. الكفتة انا خدتها كده ورحت شايلها على طول في الفريزر متصبها كده، وغطيتها بستريتش وشكرا، او بكيس اللي عندك يعني. تاني يوم صحيت على ايه، على اللحمة زي ما انت شايفة كده، لحمة تتعصب، ما خدتش طبعا وقت، يعني الدنيا كانت سهلة خالص معايا.
والبانيه عملت عليه محشي، والله كنت نفسي اصوره لكم بس هصوره في حلقه لوحده، لان عملت عليها محشي كده كان بتكات بقى والحركات كان طالع تحفه 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 يعني. بعد ما خلصت كده وما شاء الله ما سويتش الحلتين في نفس اليوم، انا سويت حله مع كام قطعه بني كده وكانتش اصلا عايزه البني، وجيت تاني يوم رحت مسويه الحله عشان تبقى طازه كده وسخنه والولاد يحبوا. وكان عندنا ملوخيه من قبلها يعني هيصه وهيصه على الاخر، الدنيا كده مش مكلفه. بصي بقى عملتها بوقجه، شايفه بوقجه ازاي؟ مش ان انا تحكميها قوي، لا لمي الاطراف، لمي الاطراف بس ماشي، وقفلي كده من تحت كويس، وابتدي بقى اضغطي كده بالراحه عليها حاجه 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 حاجه. بصي كده ضغطت عليها ازاي، هاجي بقى عند القفل اللي من تحت ده واحط قطعه كده او رشه كده من الدقيق وايه ومسحه من الزبده او السمنه زي ما اتفقنا، واجيب المردنه او النشابه الموجود عندي وابتدي ان انا ايه يعني اضغط برفق كده افردها قدر المستطاع. طبعا هي فيها حشوه، لو انت ضغطتي جامد عليها تروح ايه الحشوه طالعه منك، لا يعني على قد ما تقدري كده. بصي ما شاء الله طلع معاكي رغيف محترم، رغيف لحمه محترم جدا جدا جدا. هجيب بقى طاسه، وخلي بالك لو ما عندكيش طاسه من اللي ما بتلزقش او جريلا من اللي ما بتلزقش، اشتغلي بصينيه الومنيا، صينيه الومنيا عادي خالص ما تخافيش مش هيلزق. انا جبت بقى الجريلا بتاعتي، الجريلا دي داخله على سنتين اهي عندي، بس ما شاء الله عليها والله جميله بصراحه. حطيت لها برضو الزبده، يعني كان نفسي يكون عندي سمنه كانت هتريحني احسن من كده. خدت الرغيف بتاعي بقى وايه ورحت قلباه كده. في الاول انا كنت مسخنه الطاسه بتاعتي، ما ينفعش ان انا اسيبها تنزل على طاسه برد، وبعد كده هبتدي اوسط النار وهديها عشان اسوي الدنيا معايا تبقى مستويه كويس. ما ننساش ان اللحمه متعصجه، يعني نص مش مثلا نص سوا، لا هي متعصجه والعجين مش سميك، فانا كده تمام التمام. وهي كده بتستوي من تحت، اديها كده مسحتين زبده كده من فوق واظبط الدنيا تمام. وطبعا بمجرد هتعرفي ازاي من تحت ان هي استوت او ما استوتش، انت شايفاها اهي، حركيها، لو اتحركت معاكي بسهوله اعرفي انك ماشيه صح وان الفطيره بتاعتك خدت وش من القاعده وتبتدي تقلبيها. طب حاسه ان هي مش بتتزحزح بسهوله، لا يبقى هي ما استوتش، اصبري عليها شويه. خلاص كده هقلب على الوش التاني وايه وابتدي بقى اظبط الدنيا كده. هي بصراحه ما بتغلبش خالص، ولو عايزه تسويها من تحت في الفرن براحتك مفيش مشكله، ادهني الصاج بتاعك ودخليها فيه او صينيه ادهنيها وسخني الصينيه كويس ودخليها فيه، اوكي ما فيش مشكله خالص. بصي كده لو تلاحظي اضغطي كده عليها، انا بضغط عليها عشان ايه اتاكد ان هي يعني استوى. ما شاء الله هي ابتدت خلاص تتحرك معايا كده، بصي اشوف كده ايه، لا لسه استنى شويه. طبعا انا موطيه، لو عليت النار عليها مش حلو، لا لازم توطي عليها عشان تستوي كويس، مش عايزه العجين يطلع ني معاكي. بصي هي كده يا دوبك اصفرت ما احمرتش، بس تمام هخليها برضو تاخد من هنا سوا كده وابتدي ارجعها تاني. اضغطي عليها كده عشان بس ايه تبقي متاكده ان هي استوت، وبرضو هديها مسحه من الزبده وهبتدي تاخد وش تاني وهرجع اقلبها مره كمان مع بعض كده. هتشوفي السوا بتاعها مش صعب خالص، وطالعه بصراحه حلوه قوي قوي وطعمها كمان حلو قوي. يعني سيبك بقى من شكل او من سيبك من ده كله، لا الفطيره ما كلفتكيش حاجه وطعمها طالع تحفه تحفه بجد. اقلبها بقى كده
اشوف بقى الوش التاني بتاعي زبط ولا لأ. كل ما تضغطي عليها كده من الاتجاهات دي تحسي ان هي ايه يعني النار وصلت لها، وصلت للعجينة، سوتها بشكل افضل. خلي بالك بعد ما بتستوي بقى تحس ان هي ابتدت تنفخ معاكي، هتلاقي الرغيف ده ابتدى ينفخ معاكي. هي كده خدت اللون الذهبي اهو، بصي بمنتهى السهوله. بس احنا عايزين نعملها كده تبقى يعني ايه مش ناشفه، وفي نفس الوقت ما تبقاش مبيضه. فهنقلبها، نفضل نقلبها على الوجه ده وعلى الوجه ده لحد ما نوصل للنتيجه اللي احنا عاوزينها. المقصود والفكره كلها من الفيديو ومن الوصفه ومن كل حاجه انك بالتفكير تقدري ان انت تعدي ايام كتير من غير ما تتكلفي او تصرفي كتير. يعني زي ما انت شفتي كده عملنا 5 ايام بفرخة وبنص كيلو لحمة مفرومة. وعايزة اقولك ان الكام يوم اللي باقيين في الاسبوع حضرتك هتدخلي بقى ايه، عدس، شوربة عدس معاه عيش محمص، هتدخلي بصارة، هتدخلي مسقعة، الاكلات الحلوة دي. خلاص هنقلبها بقى على الوش التاني كده نشوفه كده مع بعض استوى ولا لا. انا سايبالك كل حاجة على الطبيعة، ما شاء الله الرغيف خفيف معاكي خالص اهو، شايفة؟ بصي بقى الجمال استوى كده وبقى جميل فطيرة معاكي ما شاء الله. برضو رحت دهنها كده الوش التاني ده وما شاء الله مفيش احلى من كده. عايزه اقولك ان الفطيره دي طعمها حلو قوي 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 فوق ما تتخيلي، رغم ان هي بسيطه جدا. وانا يعني انا ومثلا جوزي ممكن نكون بنحبها من غير كمان الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا ممكن الولاد بيفرحوا بالمطه بتاعتها، انما الطعم لا، الطعم كده تحسي ان العيش باللحمه المفرومه لا طعمه خيال بجد. تقدري كمان تعمليها سهله على طول، لا بتتخمر ولا اي حاجه. كل الحكايه دي ايه، يبقى الدقيق برضو ما تسيبوش من بيتك، خليه من اساسيات بيتك. يعني لو جيتي في وقت ما لقيتيش عندك عيش، ما انت تقدري 2 كوبايتين دقيق وتروحي عجناهم وعامله منهم عيش، ما يعني في الطاسه كده يعني هقولك ايه، اقل من ربع ساعه، فاهماني؟ في حاجات تخليها في البيت عندك على طول، وخصوصا لو انت مش من الناس اللي بتملى تلاجتها. يعني الناس اللي ظروفها على قدها ومش بيملوا تلاجتهم ومش بيحطوا فيها حاجات كتير، ابقى انا بقى ايه اذكى من كده، احط علبه جبنه بيضة ما اخليش التلاجه تفضل منها. ده ابسط حاجه كده، علبه الجبنه البيضة احط عندي دقيق اي وقت مزنوقه، ممكن اعمل لهم سندوتشات كده جبنه بالزيتون بكوبايه دقيق كده، اعمل لهم فطرتين هيفرحوا وهياكلوا مش هيحسوا ان هم اصلا ناقصهم حاجه. اتبقى عندي تعصيجه لحمه اعمل فطيره زي كده، اتبقى عندي حته بانيه واحده قطعيها وعليها بصلايه وعليها شريحتين فلفل وهاتي لك كوبايه دقيق واعملي فطيره، الفطيره اجيب كوبايه دقيق واحده، فهماني؟ يبقى انا بحل ايه، ببقى اذكى من ظروفي، ببقى انا اقوى من الظروف اللي انا فيها. عمرك ما تحسسي البيت ابدا ان هو ناقصه شيء. ما شاء الله ابتدت العجينة بتاعتي تتفتح كده تستوي، يعني ايه ترتفع، اضغط عليها الاقيها ما شاء الله قبت كده لفوق. ده بقى ايه، ان الفطيرة طالعة مهوية مش مكتومة. وطبعا انت بتسويها على مهلك، ما انتش مستعجله، ما انتش مولعه النار ومعليها تروح يعني موسوعه معاكي ولا حاجه، لا خليكي كده مش تاخد برضو منك وقت خالص، ما تقلقيش. مش معنى ان احنا بنعملها كده لا تاخد وقت منك، لا خالص. بصي ما شاء الله مهويه وجميله ازاي. خلاص بقى انا خلصت كده، يعتبر هي الفطيره الاولى خلصت معايا وزبطت الكلام كله مية مية، مفيش اي حاجة ناقصة اهي. السوا بتاعها كده جميل جدا جدا جدا، مظبوط ومفيهوش اي حاجة. وبرضه هقطعها لك دلوقتي وهخليكي تشوفيها معايا من جوه مرقة ازاي. الفكرة دي بقى لو انت هتعمليها فطير بسكر يا جماله، مش هتحشيها حاجة. عايزة تحشيها حاجة وعندك ماشي، ما عندكيش وكده الدنيا يعني عالضيق عادي خالص، هتروحي واخداها ومسويها بالطريقة دي وبعدين تروحي تسقيها باللبن وسكر، لبن وسكر، وطبعا معلقة السمنة هنكون احنا ايه ملمعين الوش كده زي كده.
وتطلع معاكي فطيره بالسكر ما حصلتش، وكمان تحط لها رشه قرفه. يعني سهل سهل، كل حاجه سهله ان شاء الله. استعيني بالله وباذن الله الدنيا تمشي معاكي كده بمنتهى السهوله. بصي الفطيره ما شاء الله جميله ازاي، بصي كده يعني تحفه. انا بقى هاخد دلوقتي الجريله بتاعتي دي واروح مسحها بمنديل وارجعها تاني واحط لها كده مسحه تاني من الزبده، وايه واعمل الفطيره التانية. دي بقى الفطيره التانية اهي، ما شاء الله ما شاء الله طالعه جميله جدا. والاولى اهي طرفها باين اهو، ونفس الحكايه وهسويها معاكي بنفس الحكايه، بس دي بقى ايه حطينا شويه جبنه من فوق الوش كده وخلاص على كده. طلعوا هما الاثنين زي الفل معاكي، فطرتين مشبعتين جدا جدا. تمام، ويعني اهي قضوا معاكي الغرض والله، وزي الفل. وزي ما قلت لك تقدري بقى تعشيهم بالليل جبنه، تقدري تعشيهم بالليل حاجه تكون باقيه، تعملي دي مثلا في يوم يكون عندك باقي اكل ومش مقضي فتروحي مساعده بالفطرتين دول كده. يعني حاولي تكوني الدنيا عندك متيسره كده وسهله. انا حطيت شويه بقدونس وخلاص، يعني ما حطيتش حاجه تانية والله ولا اي حاجه، والدنيا طالعه معاكي هي جميله خالص. اتمنى لو بتشوفيني لاول مره تتابعيني في القناة، علشان ان شاء الله هنزل لك بجد فيديوهات حلوة قوي قوي وهتستفادي منها جدا جدا. وكده كده الاشتراك مش بفلوس، يعني لو عجبتك الحاجة ادخلي اتفرجي، لو ما عجبتكيش عادي خالص ما تتفرجيش. بس بجد انا هنزل لك ان شاء الله وصفات حلوة جدا وافكار كتيرة، و يعني ان شاء الله باذن الله تعجبك وصفاتي ان شاء الله. وان شاء الله برضو تقدري تلاقي فكره ولا تلاقي معلومه تستفادي منها، وكلنا في الاول وفي الاخر بنفيد بعض. انا قطعتها لك اهي، دي اللي عليها الجبنه كده، حطيت عليها جبنه من فوق من على الوش. بصي ما شاء الله مرقه بقى وجميله ازاي، ولونها كده جميل ما شاء الله، حلوه جدا خفيفه، يعني فطيره خفيفه مش مجلده معاكي ولا اي حاجه.